فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كبائر الذنوب هل هي أعظم من البدع الصغيرة؟ كبائر الذنوب، لا، البدعة أشد من كبائر الذنوب، لأنها قول على الله وعلى رسوله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. ثم إذن ذكر العلماء أن صاحب الكبيرة يرجى توبته ورجوعه، وأنه فعلها عن شهوة وعن غلبة هوى، ثم يرجع ويتوب. أما المبتدع فلا يتوب، لأنه يرى أنه على حق. العاصي يرى أنه عاصي وأنه على خطأ، لكن المبتدع يرى أنه على حق فلا يقبل ولا يرجع، والعياذ بالله. نعم.